طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. لم يترك الإخوان المسلمون آية أو حديثا صحيحا كان أو ضعيفا إلا وأولوه لضرب مكانة المرأة اجتماعيا وسياسيا، فضلا عن اجتهادات عدد لا حصر له من الدعاة والمشائخ، جميعها تصب في تقييد حرية المرأة ومصادرة حقوقها. وعلى الرغم من الخدمات الكبيرة التي قدمتها وتقدمها المرأة الإخوانية للجماعة، إلا أنها ما تزال في فكر ومنهج الإخوان كائنا بشريا ناقص عقل ودين، ويتم التعامل مع صوتها على أنه عورة. لذلك حبسوا صوتها سياسيا وصادروا حقها اجتماعيا وحولوها إلى آلة للجنس والإنجاب. في هذه الحلقة نناقش دور المرأة اجتماعيا وسياسيا في منهج وسلوك الإخوان المسلمين، ونثير عددا من الأسئلة عن واقع ومستقبل المرأة، لكن بعد هذا التقرير. منذ النشأة عام 1928 عمد تنظيم الإخوان المسلمين إلى استقطاب المرأة ضمن خطة أسلمة المجتمعات، وأنشأ لها ما أسمي حينها بفرقة الأخوات المسلمات عام 1932. ومنذ ذاك استغلت الجماعة المرأة المنتمية للحزب أبشع استغلال، ووظفتها اجتماعيا وسياسيا دون أدنى مراعاة لحقها في الترشح أو تسنم أي مناصب قيادية عليا، كما حصرت دورها في الجانب الدعوي والخيري ونشر فكر الجماعة بين الأوساط النسوية، وتطور فيما بعد إلى الاستقطاب السياسي والتحشيد الانتخابي، فضلا عن تجنيدها في جمع التبرعات ونقل المعلومات بين قيادات داخل السجون وأخرى في الخارج. في مصر معقل الإخوان المسلمين خلا البرلمان من أي صوت نسائي، ففي عام 2005 صعد 88 عضوا إخوانيا إلى البرلمان بفضل نشاط المرأة وتحشيدها الانتخابي، غير أنهن لم يحظين بأي مقعد. وهذا التوجه عكس تمييزا جنسانيا، كما أبرز صورة لا تنسجم مع روح الديمقراطية والمساواة كالشعارات لطالما وتغنى بها الإخوان. وما يزال الإخوان المسلمون يرفضون فكرة إشراك المرأة في الترشح لمجلس الإرشاد والشورى، ولا يحق لها حتى التصويت في انتخاب المرشد نفسه. لم يجد هذا المسلك الذكوري الإخواني أي رفض من قبل الأخوات المسلمات، بل على العكس من ذلك تماما عملنا على تكريسه وسلمنا به بكل رضا. يظهر ذلك من خلال محاضرات الزعيمة زينب الغزالي رئيسة جمعية السيدات المسلمات، وهي تقول أنها مستعدة أن تكون جارية لدى حسن البنا. خارج التنظيم عمل الإخوان المسلمون على محاربة المرأة وضرب مكانتها الاجتماعية والسياسية من خلال الفتاوى التي حرمت الاختلاط والعمل والسفر، كما طوعت الجماعة الآيات والأحاديث لتقويض حرية المرأة ومصادرة حقوقها وجعلها تابعة للرجل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي لهذه الحلقة. معنا دكتور تيسير المشارقة، أستاذ دراسات ثقافية والإعلامية، أهلا ومرحبا بك دكتور. ومعنا من تونس أيضا الأستاذة ليلى حداد، قيادية في حركة الشعب في تونس، أهلا ومرحبا بك أستاذة ليلى. أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة. شكرا، أهلا بك. وأيضا ستكون معنا في المحور الثاني الأستاذة سوزان حرفي، باحثة في حركات الإسلام السياسي. اسمح لي دكتور أن أبدأ من تونس بالأستاذة ليلى حداد. أستاذة ليلى، كما تابعت هذا التقرير، نحن نتحدث اليوم عن نظرة الإخوان المسلمين، نهج وسلوك الإخوان المسلمين نحو المرأة بشكل عام، لكن دعيني أسأل في البداية، كيف تقيمين هذا النهج وهذا السلوك الإخواني نحو المرأة في إطار التنظيم نفسه أو في إطار نظرتهم للمرأة الإخوانية؟ طبعا هي نظرة دونية بامتياز، والحركة الإخوانية تعتبر أن المرأة ناقصات عقلا ودين، وبالتالي هم يبنون كل يعني مكتسباتهم الذكورية على حساب هذا النص الذي تم عزله على بقية النصوص القرآنية. وأكبر دليل أن حتى في الفتاوي، يمكن نحن سنتحدث عن تونس مختلفة نوعا ما على بقية الدول العربية في هذا المجال، ولكن أعتقد أن المرأة لم تكن إلا تابع أو مجرد لأنها تصوت أو لمجرد أنها تكون
كشكل في تنظيمهم، ولا يمكن لها أن تكون كقيادية أو تكون لها رؤية أو موقف أو تكون لها يعني تقدم حتى على مستوى التنظيمي والهيكلي في بنيتهم لتنظيماتهم الإخوانية. ولكن يتم استعمال المرأة في عديد من المجالات، المجال الدعوي واستعطاف خاصة ودخول بيوت نعم الناس من أجل نشر فكرهم ونشر عقيدتهم بالطريقة التي يرونها، وكذلك في تربية الأطفال والأجيال، وهم يخططون بشكل كبير في نوعية في التعبئة لمزيد اكتساح يعني خاصة الأماكن وكذلك الأماكن في التي ينتشر فيها الفقر وبؤر التهميش. وبالتالي تجد أن عملهم الدعوي وعملهم الجمعياتي ينتشر بشكل كبير في تلك المناطق المهمشة من قرى ومن فيافي أو المحيطة نعم بالمدن الحضرية. وبالتالي نحن لا نستهين بهذا التنظيم الذي يعطي، أو إن كان في الظاهر لا يعطي للمرأة مكانة كمرأة كمواطنة لها نفس الحقوق والواجبات، صحيح ولكن يعطيها دورا في التعبئة وفي دور نشر فكر ومزيد اكتساح العائلات والأسر التي لا يمكن بالرجل أن يدخل لمنزل أسرة بطريقة طبيعية، ولكن المرأة كما تعلمون لها الدور ذلك بالدخول إلى بيوت الناس وبنشر. وهذا ما صحيح تم في بعض أستاذة. ما يعني في تونس بعد 2011 في بعض المناطق التونسية. صحيح أستاذة بالفعل، وربما هذه النظرة مستمدة من منهجية فكرية منذ حسن البنا وقطب وغيرهم من القيادات. حسن البنا يقول أيضا في إحدى كتاباته، يقول أن نعم يعني المرأة كائن بشري ناقص عقل ودين، وينحصر يحصر دورها في الإنجاب وتربية الأطفال. كيف تفهمين هذا على ضوء استغلالهم للمرأة ذاتها فيما يخص التحشيد الانتخابي، فيما يخص استخدام المرأة أيضا كبريد سري للتراسل بين قيادات الجماعة يعني أيام ما كانوا في السجون؟ كيف تفهمين هذا التناقض؟ طبعا نحن في التجربة التونسية على الأقل أن حينما تم إلقاء القبض على العديد من القيادات حركة النهضة وقواعدها أثناء الفترة فترة بن علي، وكذلك خاصة فترة بن علي، فكانت المرأة في حركة النهضة أو في الاتجاه الإسلامي قبل أن تتغير هذا بمسمى آخر هي حركة النهضة، كانت المرأة تقوم بدور كبير في إطار هي التي كانت همزة الوصل بين القيادات داخل السجون والقيادات خارج السجون، نعم وكانت لها دور كبير في هذا الدور، ولكن لم تكن يقدر هذا العمل باعتبار أنه عمل حساس وعمل جريء وكذلك خطير تتبعاته من قبل الفرق الأمنية، ولكن في المقابل دائما يقع تحجيم ويعني تقليص من دور المرأة واعتبارها أنها ناقصة عقلا ودين. وهذا يعني هذا الطريقة التي يتعامل فيها نوع من طريقة ذكية أعتقد، لأن حتى يكون لدور المرأة محدود ولا يمكن لها بحال من الأحوال أن تكون لها تطلعات أكثر من أن تكون نعم تابعة للرجل وتابعة وتطبق بالأوامر بشكل يعني استسلامي وليس لها أي دور، حتى إن كانت لها فكر وعقل وإن كانت متعلمة ودارسة ومثقفة. ولكن في التنظيم الإخواني تتساوى النساء سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة، فهم لا يعني ليست لهم أي قدرة على أن تبني ذاتها أو تعبر عن ذاتها، بل أنها تكون تطبق فقط ما يجب أن يقوم به. وهذا هو التنظيم الإخواني في العالم، هو تنظيم يقع فيه هناك مرشد الإخوان الذي صحيح يعطي التعليمات وهو عنده درجة عليا وعالية جدا، والباقي جميعا رعاع ورعية، وبالتالي لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لهم موقف أو تقدير أو نقد لأي خطاب يتم أو تعليمات تتم فيه. ولكن كان المرأة الإخوانية دور كبير خاصة في السجون حينما كانت يعني الخزان أو المغلق الغرفة السوداء لكل يعني نعم أسرارهم التي كانت في السجون وتنقل خارج السجون إلى قيادات خارج حتى صحيح مصر يا وخارج أستاذة، حتى الأردن وما وخارج تزال حتى تلعب هذا تونس، الدور وكانت هذه حتى هي اللحظة الطريقة التي كانوا يلعبون بها. بالفعل. المعذرة المقاطعة، لكن دعني أشرك معنا الدكتور تيسير مشاركة. نعم
دكتور، كما تابعتني وايضا ضيفتي نتحدث عنها دور او نظره الاخوان للمراه، سلوكهم ايضا، نهجهم تجاه هذه المراه، ان كان لديك ما تضيفه على ما قالته الدكتوره الاستاذه. نعم، اولا كل الشكر والاحترام للاخت ليلى حداد من تونس، والتجربه التونسيه تجربه يشار اليها بالبنان، هي تجربه مهمه، تجربه المراه التونسيه في الاطاحه بالنهضة على سبيل المثال، يعني مليون مرأة نزلت إلى الانتخابات وشاركت ومارست دورها وحقها ودورها الانتخابي بالتحديد. صحيح. بشكل ديمقراطي. المرأة بشكل عام في المجتمعات المغلقة والمجتمعات الدينية وضمن الأحزاب الدينية بتمارس في في في, في انفصام. يعني داخل الحزب داخل الإطار الجماعة لا تمارس يعني هي دورها في انتخاب القيادات الداخلية للحزب، بينما مثلا هي توظف كحصان طروادة للدخول إلى البيوت خارج في المجتمع من أجل الوصول إلى المجتمع ومن يعني لإحداث عملية اختراق وبالتالي التجنيد والإرشاد والتعبئة والدعوة. صحيح دكتور. نعم. لكن لماذا سمحت المرأة أن تكون حصان طروادة؟ لماذا كل هذا الخنوع وهذا الاستسلام لهذا التهميش والإقصاء من قبل الجماعة؟ المرأة يعني وفق المنطق الرعوي أو الريفي والديني هي هامش للذكر، هامش للرجل. صحيح. وبالتالي هي وضعت نفسها في هذا المكان، هي مستعبدة بطريقة أو بأخرى وتدار من قبل الذكور والرجال وهي مستسلمة. وينبغي يعني أنا هنا وأنا أشيد بالمرأة المصرية والمرأة التونسية لقيامها بدور هام جدا في الإطاحة بالجماعات اليمينية أو المتطرفة أو الجماعات اللي بدي أحكي عنها متخلفة. صحيح. والحركة النسوية أيضا نشيطة بشكل فعال في تونس. في تونس. قانون الأسرة أيضا مطبق. نعم. اليوم وصلت رئيسة وزراء امرأة في تونس. نعم بكل يعني تأكيد. تونس يعني منذ منارة هادية لنا كعرب إنه نعطي المرأة حقها في أن تقود هذه المجتمعات. هي قائد مهم والمرأة ممكن تلعب دور مهم، مجتهدة وذات طاقات يعني كبيرة، يمكن أن يستفاد من هذه الطاقات في التغيير المجتمعي. صحيح. لكن إذا تم قيادتها من ذكور يعني أصحاب وجهات نظر ظلامية أو مغلقة سيجير كل نشاط وكل هيبة وكل قدرات المرأة لصالح ذلك الاتجاه أو ذلك التيار. لماذا لم يتم القفز يعني من قبل الأجيال الإخوانية الجديدة، القفز على مقولة حسن البنا وقطب فيما يخص المرأة؟ المرأة تم قولبتها في قالب يعني الإنجاب وتربية الأطفال، وحتى سمح لها في يعني شغل بعض الوظائف في نطاقات محددة في التربية في التعليم، لم تكن أو لم تنطلق إلى مجالات وميادين عمل وإنتاج أخرى. أنا بعتقد أنه هو تم القفز عن المنطلقات الفكرية والأسس التي وضعها حسن البنا والجماعات الدينية، تم القفز عنها وتطور وضع المرأة وتطور وضع الحياة والمجتمعات، إلا أنه ما زالت هذه الجماعة الإصلاح أو الجماعات الدينية وجماعة الإخوان ما زالت تحافظ على الموروث، وهذا الموروث يعني يحجم وضع المرأة. يفترض أن نلتفت إلى الخطوات العميقة والمتطورة التي قفزت بها التي يعني وضعتها المرأة في المجتمعات على صعيد مصر وتونس ويستفاد ويراكم على ذلك، بينما إذا بقينا في يعني بوتقة أو أتون ما تقوله الجماعة الإسلامية للمرأة جلست في البيت ناقصة عقل ودين وهذه كارثة بطبيعتها. اسمح لي دكتور أن أعود للأستاذة ليلى. أستاذة ليلى، كنت قد سألت الدكتور تيسير عن لماذا هذا الخنوع، لماذا هذا الاستسلام من المرأة في إطار تنظيم الإخوان المسلمين يعني للقبول بتهميش دورها وإقصائها، يعني ما هو المبرر من وجهة نظرك؟ هي
أنا أعتقد أن هي قناعة، وإن كنت أنا أذهب مع الدكتور في أن الجماعات الإخوانية تطورت نوعا ما بعد كتابات ومقولات السيد حسن البنا وسيد قطب، لأن ليس لأنهم إيمانا منهم في التطور، وإنما لكن التشريعات في بعض الدول كالدولة المصرية أو خاصة تونس، نحن تعلمون جيدا نحن منذ الاستقلال لدينا مجلة الأحوال الشخصية، فقانون الأحزاب مثلا في تونس يعطي تأشيرة لأي حزب إلا بعد ما يشترط عليه أنه يلتزم بالأحكام التي جاءت في المجلة أحوال الشخصية من منع تعدد الزوجات وغيرها من المكاسب التي نعتبرها مكاسب مهمة للمرأة التونسية. كذلك لدينا مجتمع مدني قوي وقوي جدا، وخاصة الحركات النسائية، هذا ما جعل حركة النهضة بعد 2011 تتقوقع عن نفسها وتخشى أن تقدم أطروحتها بأن المرأة ناقصة عقل ودين أو أن المرأة خانعة، فكانت مجبرة على أنها تطبق القانون، خاصة فيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي فيه تناصف بين المرأة والرجل في الانتخابات، فكانت وجوه نسائية إخوانية موجودة في البرلمان. صحيح. ولكن على المستوى التطبيق على الأقل، حتى أعطيكم فكرة كنائبة شعب وكنت بجانب هذه الكتلة النيابية الإخوانية في مجلس النواب، رغم أن القانون التونسي يعطيها مكاسب ويحقق لها يعني مكاسب على مستوى ذاتها كمرأة، ولكن هي تبقى خانعة إلى المرشد اللي هو الغنوشي في تونس، وبالتالي هي يعني عملها فقط هو وضع الزر الأحمر أو الأخضر حسب التعليمات التي تأتيها، وليس لها أي سلطة قرار. صحيح. على التعليمات أو في مشاريع القوانين وفي يعني التي تمرر، أو لها سلطة على تحديد موقفها من أي قانون. وحتى النزاع بعد الثورة وحينما تم تأسيس لدستور جديد. نعم أستاذة ليلى، فيما يخص مجلس النواب وأنت عضو في مجلس النواب عن حركة الشعب، يعني كيف كان دور المرأة الإخوانية؟ كم عدد النائبات الإخوانيات في إطار مجلس النواب؟ إلى أي مدى وقفنا ضد قوانين يعني تدعم حق المرأة، إن كان في قانون الأسرة وما إلى ذلك؟ هل كانت المرأة الإخوانية داخل قبة البرلمان عائق أو حائط يعني في طريق هذه الاستحقاقات النسوية؟ نعم، هي وجودها في البرلمان ليس باعتبار أنهم كما قلت لك أن النهضة تريد أن تكون الدور لمكانة المرأة بشكل عام كقيادية، ولكن القوانين التونسية هي التي فرضت أن تكون هناك مواقع، باعتبار أن يعني قانون الانتخاب يمثل أن في القائمة يكون معناها يجب أن تكون في القائمة رجل ثم مرأة أو مرأة ثم رجل، وبالتالي كان هناك حضور بالنسبة للمرأة في من 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 الإخوان في نواب في مجلس نواب الشعب، ولكن في النقاشات عامة لم تكن تناقش المسائل الجوهرية التي فيها نقاش الذي يظهر يعني مدى حدثيتهم وقناعتهم بالتطور داخل المجتمعات التونسية، وخاصة أن تونس دولة مدنية. ولكن هم عادة حينما يكون النقاش على المرأة فهم دائما لا يريدون أن يعطوا اهتمام كبير، لأن صحيح. التعليمات كما قلت لك هي تأتي في إطار أنهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يخرجون على الإطار العام لتنظيمهم، ودورهم يقتصر في كثير من الأحيان في تدخلات عامة حول مجال الجانب الاجتماعي، وهذا دور كبير هم يقومون به، لأن الجانب الاجتماعي دخول بيوت الناس وكذلك الجمعيات وطريقة التعبئة التي يقومون صحيح. بها، أستاذة ليلى. وكذلك هو فقط الموافقة أو عدم الموافقة على القوانين طبعا حسب التعليمات التي تأتيهم من قياداتهم الذكورية، هذا هو، لم يكن لهم دور كبير، لم تسمعوا حتى أنتم هناك رائدة من الإخوان المسلمين في تونس ولها مجال وباع في أنها مدافعة عن حقوق المرأة، لا تجد هذا، بل بالعكس هم يستنفعون
ينفعون من القانون التونسي في كثير صحيح. من المكاسب أن يكونوا متواجدين، ولكن نحن لا نستنفع لا بطاقاتهم ولا بذكائهم، ولأنهم في الأصل للأمانة وكل التقدير للقيمة الإنسانية كبشر، ولكن ليست لهم حتى الاختيار للمرأة التي يتم اختيارها في مجالس النواب عادة لحركة النهضة تكون دائما طيعة، ليس لها شخصية، دائما تكون يعني منطوية وليست كثيرة الحديث، ليست صحيح. لها أستاذ ليلى. مواقف جريئة، لا يكون مستواها التعليم كبير جدا. إذا نستطيع أن نقول حتى يقع أن القانون التونسي أعطى المرأة كامل حقوقها التعليمات وعدم خروجها عن طاعة المرشد رشد الغنوشي. نعم، نستطيع أن نقول أن القانون التونسي أعطى المرأة كامل حقوقها، لكن المرأة الإخوانية يعني هي من تصدت لهذا القانون وحاولت يعني بشكل أو بآخر أن تقف ضد المرأة نفسها. كسؤال أخير، يعني حتى في إطار الحزب، يعني لماذا يخشى الإخوان المسلمون أن تتبول المرأة يعني مناصب قيادية ومناصب سياسية عليا حتى تحت جناح الجماعة نفسها؟ أعتقد هم يخشون خاصة حينما تكون بعض الدول التي تكون فيها تشريعات قوية لمكاسب المرأة، وبالتالي تكون لها ضمانات كذلك على المستوى القانون، وبالتالي هم يخشون أن تعطى يعني القيادة للمرأة فتتغير فتصبح لها مواقف قد تكون مغايرة نوعا ما، ويخشون كذلك أن عقيدة المرأة بالنسبة لهم للتنظيم الإخواني قد تكون أقل درجة من عقيدة الرجل الإخواني، وهذا منطقي ومعناها، وبالتالي هم يريدون أن إدارة هيكلة أو تنظيم دائما تكون في يد ومقود الرجل باعتبار أنه هو القادر الوحيد على مواصلة المشروع الإخواني واتساعه، وأن المرأة بالنسبة لهم يبقى عملها محدود في العمل الجمعياتي، العمل الاجتماعي، كل هذا فقط، ولا يمكن أن تطمح إلى ما أكثر من ذلك ويكون لها موقف أو يكون لها رأي أو يكون لها قرار أو تصويت، لأن حينما تدخل المرأة لهذا المعترك ستكون لها مكانة وتطالب بمزيد من المكاسب، وهم يخشون ذلك أن تصبح عدد النساء داخل مجلس الشورى مثلا كأكثر وتصبح أصواتها عالية أكثر، وبالتالي قد يكون ينحاز تنظيم الإخوان على ما بني منذ القدم في إطار ما أهدافه اختراق الدول المدنية ومحاولة إرجاعها إلى معناها عصور متخلفة صحيح. إضافة إلى ارتهانهم إلى المراكز القرار بأمريكا وطريقة تعاملهم مع الصهيونية، هذه المسائل المربوطة كذلك بالخارج لا يجب أن تكون فقط وأسرارها وكتاباتها تكون إلا في قيادات يعني معينة، وحتى قواعدهم نعم. حتى بغض النظر سواء كانت مرأة أو رجل، حتى القواعد لا يحق لها معرفة الكثير من التفاصيل والأسرار الخطيرة التي فيها ما هو يهم الأمن القومي لبلدانهم، لا يمكن السماح لهم بمعرفة تلك التفاصيل، فهم تبع رعاع صحيح أستاذة ليلى، يصفقون ويهللون وقت الذي يجب ويندّدون ويشتمون وما خصومهم متى يجب. هذا صحيح، ونحن دائما نعول على تونس كما ذكرت، هي منارة هادية للحركات النسوية، ويعني في القوانين أيضا وتقدم هذه القوانين حول المرأة وحق المرأة في أن تكون يعني لها صوت في على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. في الختام أشكرك جزيل الشكر الأستاذة ليلى حداد، قيادية في حركة الشعب في تونس، شكرا جزيلا لك. قبل أن نطلع في فاصل وبشكل مختصر إن كان لديك ما تضيفه حول أنه حتى في إطار يعني تحت جناح الإخوان المسلمين يخشى الإخوان أن تكون المرأة صوت، وبالتالي نسأل لماذا كل هذا الخوف؟ يعني يفترض أنه أنا أنوه باختصار شديد إلى ثلاث مسائل تخص المرأة في أي مجتمع، إن كان مجتمع ديني أو حتى في مجتمع مدني. تفضل. القانون والدولة المدنية العلمانية هو الذي يعني يحمي المرأة. نعم. أيضا الحركات النسوية الجادة والوعي النسوي، أن تعي المرأة
يعني حقوقها وواجباتها ومكانتها في المجتمع، هذا يعود للحركات النسائية لتطوير هذا الوعي النسوي. والعلم والتعليم، العلم والتعليم، طالما المرأة تم تجهيلها أو البوكو حرام ومنع المرأة من دخول المدارس والجامعات أو حرمان المرأة من التعليم، هو لإبقاء المرأة في حالة هامشية وحالة جاهلة لتكون يعني مطوعة. أو يعني فأنا بعول على المجتمع المدني، الدولة المدنية، دولة القانون اللي بتحمي المرأة وبتعزز مكانتها في المجتمع. اثنين، الوعي النسوي اللي بيحميها. صحيح. ثلاث، التعليم، التعليم و يعني مسح ظلامية الجهل هو أيضا حامي كبير للمرأة. في صحيح. تونس، في تونس أخذت كل هاي يعني دخلت الاستحقاقات، لكن كما ذكرت الأستاذة ليلى، يعني في إطار البرلمان من يقف ضد قوانين يعني تصب في مصلحة المرأة هن النساء الإخوانيات أنفسهم، وبالتالي هذه مشكلة يعني مضرة كبيرة. ما في وعي نسوي يعني هن يفترض أن يكونوا مع القانون ودخلوا في بوتقة البرلمان اللي هو أداة القانون وأداة صنع القانون، يفترض أن يصير في عندهم وعي. صحيح. لكن هذا الوعي ما زال ضعيف وقاصر، حتى في إطار يعني شاهدنا كيف تم الاعتداء على البرلمانية عبير موسي، وكيف أن النساء الإخوانيات وقفنا مع الرجال. صح. في هذا يعني كان الأحرى بهن أن يقفنا يعني مع فقط في المعايير والمقاييس الثلاث اللي هي العلم وعدم إيمان بالدولة المدنية ودولة القانون. صحيح. عدا عن ذلك الوعي النسوي عندهم متخلف. متخلف، وربما التغذية أيضا، تغذية فكرية منذ الصغر أثرت فيهن إلى درجة كبيرة. اسمح لي دكتور أن أطلع فاصل. كل الاحترام. مشاهد الكرام، فاصل قصير ومن ثم نستأنف باقي فقرات هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا. اسمحوا لي الآن أن أرحب بضيفتي من القاهرة الأستاذة سوزان حرفي، باحثة في حركات الإسلام السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة سوزان، ضيفة عزيزة على برنامج سرطان الأوطان. أهلا بك، كما أجدد الترحيب أيضا بالدكتور تيسير المشارقة، أستاذ الدراسات الثقافية والإعلامية. اسمحوا لي ضيفي أن نتابع هذا الاستطلاع لعينة من شارع التونسي والسوري وأيضا اليمني. الأخوان المسلمون يرون المرأة أنها عورة وأنها مكملة للرجل وليست نصف المجتمع، وبالتالي فأنه في بعض الكتابات يرون أنها وعاء جنسي فقط خلق إلا للإنجاب وتربية الأطفال فقط، وأن الدورة يقتصر إلا على المنزل فقط وليس على يعني تحريك الصناعة وتحريك الاقتصاد بصفة عامة. وبالتالي فأنه هذه النظرة نظرة قراوستية لا توائم هذا العصر، وهذه النظرة بالرغم من عديد المراجعات إلا أنها لم تنحدر إلى مستوى أن تكون المرأة في ند مباشر للرجل. بدأ استعمالهم في عمليات التجسس، في نقل الأخبار، في نقل الرسائل، وأيضا وهذا هو الأهم، بدأ استعمالهم ضمن المساجد في إطار تأطير ما سمي بالأسرة داخل التنظيم الإخواني، وبدأت النساء تعمل في مفهوم الأسر، ونشاهد هذا جيدا في تونس. يقوم بإقناعها دينيا أن هذا محرم وهذا لا يجوز، تصل معهم الأمور أن حتى الدور أو المؤسسات الخاصة بالنساء عند تواصلها أو توسطها مع الجماعات أو قيادات أخوان المسلمين تكون عن طريق نساء تلك الرجال، فعملية الإبعاد التي تحدث بين الهرم، قائمة الهرم والسلطة والنساء المنضويات أو الأخوات المنضويات لهم تكون بعيدة وعن طريق نساء وسيطات، إذن هم قائمة ظل تبعية وليست انتساب أو دعني أقول دور فيها. يحاول التنظيم أن يهمل العالم بأن هناك دور للمرأة، وفي الوقت نفسه ليس للمرأة أي دور ضمن صفوف التنظيم، لأن ذلك ينافي مبادئ التنظيم الإخواني الذكوري. وأعتقد بأن هناك قبول نسائي ضمن صفوف الجماعة. الأخوان الآن يوضحوا للناس أن المرأة لها دور كبير وأنها يعني كريمة ومستعففة وكل شيء، وهم في الحقيقة يعني يستخدمونها كأداة لتحقيق طلباتهم
ويعني كأداء مسير عن تحقيق طلباتهم كالانتخابات وكل شيء. ففي الحقيقة يعني كما قال حسن البنا أن المرأة لا تساوي الرجل. لا يعترف الإخوان المسلمون والتجمعات المتطرفة بحقوق المرأة، فهم يعاملون المرأة كوسيلة أو كغاية أو كسلعة، ولا يستخدمونها أو يعترفون بها أو يلجؤون إليها إلا فقط في المماحكات السياسية أو عند احتياجاتهم. والدليل على ذلك التجربة في مصر والعديد من البلدان العربية ومنها اليمن، فيتم استخدام المرأة للتأثير لإنجاح مخططات هم يرغبون بأنجاحها، ولكن عندما يعودون إلى الدين في مساواة بين الرجل والمرأة فإنهم لا يعترفون بذلك. نعم دكتور، أيضا اسمح لي أن أبدأ من القاهرة بالأستاذة سوزان حرفي. أستاذة سوزان، كما تابعتي هذا الاستطلاع لعينة من الشارع التونسي والشارع السوري والشارع اليمني عن نظرة جماعة الإخوان المسلمين، نهج هذه الجماعة وسلوكها تجاه المرأة. تحدثنا في المحور الأول وكانت معنا النائبة البرلمانية عن حركة الشعب من تونس الأستاذة ليلى حداد عن هذا المحور، تحدثنا كيف يعني هو نهج الإخوان وسلوكهم تجاه المرأة في إطار الحزب. نريد أن ننتقل معك في هذا المحور إلى كيف ينظر الإخوان المسلمون إلى المرأة من خارج تنظيم الإخوان المسلمين، المرأة الفاعلة سياسيا واجتماعيا. ده جزء لا يتجزأ من رؤية الإخوان أصلا للمرأة على أنها يعني كائن ناقص عقل ودين، وده اللي أكده حسن البنا في رسالته للمرأة المسلمة، وصار عليه التنظيم طوال فتراته حتى في عام 2010 لما بدأت المرأة تطالب بحقوقها بأنها لابد أنها تشارك داخل تنظيم الإخوان المسلمين، مع على الرغم من أنه قرروا تغيير اللائحة بأنه يكون في ممثل للمرأة ويكون رجل، يعني يكون رجل، فبالتالي المرأة لا يمكن أن تكون كفيلة بأنها تقوم على نفسها، ولكن الوصي عليها يكون رجل. جزء مهم جدا للإجابة على سؤال حضرتك، الاجتماع اللي حصل بعديه مباشرة بعد تغيير اللائحة لإرضاء عدد من الأصوات المرتفعة جدا داخل جماعات الإخوان المسلمين للنساء، كتبوا قالوا بأنه في المضبطة بتاعت مجلس المكتب الإرشاد بأنه في داخل الإخوان قنوط من الرؤية الطبيعية للإخوان، ولابد ان هم يعالجوا ده لانه بدات الستات داخل الاخوان يطالبوا بحقوق ليهم وعايزين يتساووا بالاخريات. فجزء مهم من انه يعملوا ده لازم يعملوا مجموعه من الحاجات، اولها ان هم ينتقدوا كل السيدات اللي هم ليس من تيار الاخوان المسلمين ولا يلتزموا برؤيه الاخوان المسلمين على انهم علمانيين وعلى انهم متفرنجين وعلى انهم دول اللي هم سهام الغرب في المنطقه العربيه، وبالتالي لابد من رفض هؤلاء تماما ورسم صورة ليهم سيئة. في المقابل لابد من رسم صورة إيجابية جدا إن مين اللي يتصعد داخل حركة الإخوان الأخوات المسلمات علشان تبقى مسؤولة شعبة، يتم استبعاد كل اللي مؤمنة بأفكار المساواة أو أفكار إنها لازم يبقى لها دور أو حتى إنها تعمل داخل أو خارج المنزل، وبالتالي في تشويه، ده جزء أساسي، تشويه كامل لأي امرأة بتحاول إن يبقى لها دور في المجتمع، وبيحاولوا بيستهدفوها تماما، يا إما إذا كانت مش محجبة فبيقال بأنها ليست مسلمة وليست على المنهاج النبوي، وبالتالي بأنها بتفضل الدنيا على الآخرة وأنها فتنة، ده جزء أساسي جدا بأنها فتنة وبالتالي بتاخد كل هذا الذنوب. فكل النواقص بيحاولوا يدمجوها للسيدة التي تعمل خارج إطار فكرة أو رؤية الجماعة للمرأة الساكنة الراكنة المستجيبة التي تسلم أمرها أصلا للرجل، على عكس ما يقول الدين. إذا كانت المرأة، وده اللي قاله عدد كبير من اللي خرجوا عن تيار الإسلام أو تيار الإخوان المسلمين من النساء لما قالت بأنه الرسالة كانت مكلفة بها المرأة والرجل، والبيعة كانت فيها المرأة مثل الرجل، فبالتالي ليه دلوقتي يقال بأنه الرجل هو الذي يمثل المرأة أو ينوب عنها في القرارات؟ صحيح أستاذة، وربما المرجعيات الفكرية لحسن البنا وقطب وغيره من يعني الرعي الأول لجماعة الإخوان المسلمين يعني شكلت الأساس الفكري والمرجعي لهذه الجماعة. نحن نتذكر يعني أو قرأنا يعني مقولة لسيدة زينب الغزالي وهي قيادية إخوانية تقول أنها مستعدة أن تكون عبدة لحسن البنا، وربما هذا أثر بشكل كبير على أتباع يعني هذا التنظيم من النساء في هذا الانصياع والخضوع
يعني غير المبرر للرجل. هم الحقيقة دكتور، هم الحقيقة للأسف الشديد فكرة حتى نهج الإخوان في السمع والطعم هم عبيد، يعني نعم. هم يقبلون ذلك ومكملين عليه، وعلشان كده حتى تلاقي أنه منهم اللي بدأ يخرج للعمل السياسي ويمارس العمل السياسي تصريحاتهم بتكون يعني دونية للمرأة أكتر من الرجال. يعني لما تيجي تلاقي أنه عزة الجرف مثلا أو أميمة كامل، دكتورة أميمة كامل ودكتورة هدى، ودول كانوا أعضاء برلمان مصري وأعضاء اللجنة لتشكيل الدستور المصري عام 2012، لما يتكلموا عن المرأة بأنها لابد أن ليها دورها الأساسي هو الأسرة، ويرفضوا تماما حقوق المرأة ومع تزويج المرأة بسن مبكر جدا، صحيح. لدرجة أنه لا، قرروا إلغاء بند كامل من الدستور يساعد على حقوق المرأة أو على حرية المرأة باعتباره أنه شيء ضد طبيعة المرأة. وده اللي بيتكرس على فكرة للأخوات المسلمات من البداية، علشان انه يقول لك ان هو ده الدين، على عكس الطبيعة البشرية وعلى عكس الدين، لكن هي دي رؤية، صحيح. الإخوان لاستمرار التمييز ما بين الرجل والمرأة، ثم التمييز ما بين جماعة الإخوان المسلمين وخارج جماعة الإخوان المسلمين. جزء منه هو تكفير المجتمع في تكفير النساء اللي هم خارج إطار الرؤية التنظيمية للجماعة. صحيح. أستاذة سوزان، إلى أي درجة أثر سياسة أو ثقافة التشنيع ضد المرأة، وأيضا حتى تطويع آيات وأحاديث لضرب مكانة المرأة اجتماعيا وسياسيا، يعني إلى أي مدى أثر هذا على نشاط المرأة والحركة النسوية في مصر وفي الوطن العربي؟ هو للأسف الشديد خلينا أقول أنه أثر مع ارتفاع الإسلام السياسي، يعني في فترة بداية أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. قبل كده كان في حركة نسوية قوية جدا في فترة الستينات وفترة السبعينات، واستطاعوا أنهم يحصلوا النساء بدعم من الدولة المصرية على حقوق كبيرة جدا، لما تدخل البرلمان، لما تبقى منها وزيرة، لما ترشح وتترشح، ده جزء أساسي ورئيسي دعمته الدولة المصرية. لكن صحيح. في المقابل كان تيار الإسلام السياسي وللأسف الشديد بيرجع المرأة لرؤية سلفية، رؤية منغلقة، رؤية بدوية أكتر منها رؤية إسلامية. وللأسف أن هذا التيار انتشر بشكل كبير جدا، وده جزء من استخدام المرأة، يعني الجماعة الإخوان المسلمين استغلالية إلى درجة أنها، وبرجماتية إلى درجة بأنها تستغل المرأة وتنشرها في المجتمع لكي تؤثر وتستقطب النساء الأخريات، فتعمل شكل معين للحجاب وتعمل شكل معين للزي، وبالتالي تعمل شكل معين حتى للمرأة، وتجعل أولوياتها الأساسية والرئيسية هي الزوج والبيت، يعني الوظيفة النوعية للمرأة وليس فقط الوظيفة الإنسانية، هي بتبعدها عن كينونتها الإنسانية، لدرجة أن حسن البنا بيقول أنه ترشح المرأة هو ثورة ضد الإسلام وثورة ضد الإنسانية، ومع صحيح. ذلك الجماعة نفسها تجد نفسها بعد ذلك مضطرة أنها ترشح نساء علشان تقدر تخاطب الغرب وعشان تبين أنها يعني جماعة ديمقراطية أو جماعة تؤمن بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة. لكن على المستوى الواقعي للأسف الشديد فعلا الحركة النسوية المصرية تراجعت كثيرا جدا تحت الاستجابة للنقد الشديد جدا ومحاولة يعني استهداف ومحاولة النيل من أي امرأة بتحاول أن يكون لها صوت، وبالتالي حتى مواجهتهم مثلا لتهاني الجبالي الله يرحمها ولعدد من النساء اللي هم كانوا بيحاولوا يبقى لهم حقوق أو بيبقى لهم دفاع عن حرية المرأة أو عن مواقف المرأة، بأنهم دائما بيعتبروها بأنها خارج إطار الدين وخارج إطار المجتمع، وبيحاولوا الاغتيال المعنوي من كل امرأة تبقى نموذج، لأنهم يكرهوا تماما فكرة النموذج. النموذج صحيح. اللي هم بيحاولوا دائما يصدروه نموذج المرأة الإخوانية اللي هي طول الوقت نفسها بتكون ضد نفسها وضد حقوق المرأة وتميل تماما إلى الاستكانة للرجل وإلى التسليم به. صحيح أستاذة سوزان، وأيضا ربما المرأة الإخوانية يعني وقفت دائما في وجه المرأة بشكل عام، وربما يعني وقفت ضد كثير من القوانين التي تعطي المرأة حقها. اسمح لي أن أشارك معنا دكتور تيسير مشاركة، إن كان لديك ما تضيفه يعني عن ما نعم. ذكرته الأستاذة سوزان. نعم، أول كل الشكر والاحترام للباحثة والخبيرة سوزان حرفي من مصر. بكل تأكيد إشاراتها حول وضع المرأة ومكانة المرأة في المجتمعات بالتحديد العربية والإخوانية بالتحديد كونها مختصة بالشأن الجماعات الدينية هي ملاحظات صائبة، لكن أريد هنا أن
يعني اسمح لي أن أنصف نوعا ما الإخوان في أنهم التفتوا مبكرا إلى أهمية دور المرأة. إلى أهمية دور المرأة والشباب أيضا، يعني في ظل غياب الأحزاب الأخرى أو في ظل تقدم، يعني كان حركة الجماعات الدينية والإخوان كانوا متقدمين على غيرهم في من العشرينيات وهم يعملون. هم أصلا هو يعني حركة الإخوان المسلمين اللي بدي أحكي عنها هي ورثت، يعني ورثت كو كلوكس كلان اللي هي الجماعة الدينية المسيحية، الإخوان المسيحيين اللي كانوا في أمريكا وتم حظرهم. هم استوعبوا الدرس تماما وبدأوا يعني من العشرينيات وهم يفكرون في الأربعينيات إلى آخره. وكان وهو الحزب الوحيد في الأردن. يعني إذا بدنا نربط الحركات الدينية بالتحرر والاستقلال، كان الإخوان المسلمين قبل تحرر الدول وقبل الاستقلال، وبالتالي كان حزب الإخوان المسلمين وحركة الإخوان المسلمين كانت قبل قيام الدولة، حتى يعني قيام الدولة بالمفهوم الدولاتي إلى آخره. لكن اهتمام المبكر الإخواني أو الإسلام السياسي بالمرأة والشباب جعل هذه الحركات سباقة عن غيرها من الأحزاب. إحنا إيش الأحزاب الدينية، إيش الأحزاب اللي كانت موجودة في العالم العربي؟ يسار، قومي، وطني، ديني. والديني كان أسبق على كل هذه الحركات. صحيح. لا لكن ربما هو يعني إدراك مبكر بالفعل لدور المرأة، لكن في استغلال بشع لدور هذه المرأة بكل تأكيد، أنه حصروا دورها في وظائف معينة حرموها، حتى كما ذكرت الأستاذة سوزان في الترشح للمنصب في المكتب الإرشاد أو الشورى، وبالتالي هي صوت انتخابي فقط أو ربما بريد يعني سري للتواصل بين التيارات الجماعة. يا دوب في 2010 صحوة عند المرأة المصرية على سبيل المثال، فينا طالبت أنها تكون لها دور فاعل في مكتب الإرشاد أو في الانتخابات الداخلية، يكون لها حقوق. صحيح. حقوق كبرى. حتى في أصوات نسائية يعني منذ الستينيات، مثل ما كانت يعني زينب الغزالي وغيرها تقود فكر الإخوان، كانت هدى شعراوي وغيرها من النسويات في الوطن العربي، كان في مصر أو في سوريا أو في حتى في جنوب اليمن، نحن كان لدينا يعني تقدم حركة. كبير. دعم. فيما يخص المرأة كان لدينا قانون الأسرة وكان لدينا اتحاد وما إلى ذلك. طيب. دعم. دكتور، فيما يخص نظرتهم للمرأة خارج المجتمع، ذكرت الأستاذ أنه هناك تشنيع، هناك تخويف وترهيب للمرأة بشكل عام، كيف ترى هذه الأساليب؟ هل نجحت في تقويض دور المرأة أيضا وإرهابها؟ أولا يعني هذه الحركات تستغل المبادئ وتستغل منظومة الوجدان والقيم الموروثة في الحط من قيمة المرأة والهيمنة والسيطرة عليها. يعني على سبيل المثال، المرأة هي من ضلع الرجل، وبالتالي هي قاصر، وبالتالي هي مفروض تكون تابع وذيل أو يعني عبد، أو وفي هناك مفاهيم حول الطاعة والولاء، وينبغي الرجل يعني في قطيع من الرجال يكون لهم هذا، يعني يؤمنون بهذه المفاهيم، فما بالك بالمرأة التي استعبدت والتي أصبحت لديها قناعة، وعيها السياسي، وعيها الحقوقي، صارت هي تؤمن بأنها هي عبد أو هي تابع أو هي ذليل أو يعني هي ناقصة عقل ودين كما يقال. صحيح. وحتى أيضا بطبيعة الحال المجتمعات العربية يعني الذكورية تطغى على ثقافتهم بشكل عام، ربما في تأثر حتى يعني الرجال من خارج تنظيم الإخوان المسلمين بنظرة الإخوان تجاه المرأة. اسمح لي أن أعود للأستاذة سوزان من القاهرة. أستاذة سوزان، معروف أن جماعة الإخوان المسلمين دائما تقف ضد أي حقوق المرأة، ضد أي قوانين تشرع للمساواة بين الرجل والمرأة، أيضا تقف ضد قانون الأسرة، باعتقادك ما يخشون؟ جماعة الإخوان المسلمين دائما تخشى المساواة، فكرة المساواة بتبقى ضد فكرة الاستعلاء وفكرة يعني احتكار الحقيقة للجماعة ثم احتكار الحقيقة للرجل داخل الجماعة. إذا تمت المساواة فبالتالي لابد أنها تكون هناك مراجعة لكل أدبيات ولكل أفكار الإخوان المسلمين. نعم. وخلي بالك أن احنا في جماعة تقوم أساسا على مبدأ استمع والطاعة، لا تريد لا نقاش ولا جدال ولا آراء أخرى. تخيل لما يكون هناك أصوات متعددة أو تبقى هناك شخصيات مستقلة أو تبقى يعني أنت تدرك تماما أنه بعد 2011 يا دكتور أنه وجهة الجماعة مأساة كبرى وحقيقية في فكرة أنه كيف تتعامل مع الأخوات. الأول كانت دائما تهددهم بمنطق أنه إحنا تحت استهداف أمني وتحت ملاحقة أمنية وأنه في خطر على المرأة وبالتالي لابد أن المرأة تستكين والمرأة تقعد في البيت، وده خلى
على فكرة جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت فيها جزء سري فجماعة الأخوات المسلمات هو كلها تنظيم سري، يعني كل الأفكار التنظيم السري وكل أفكار الجهاد وكل أفكار سيد قطب تجدها عند النساء أكتر بكتير جدا من عند حتى الرجال، وبعض الرجال اللي هم تحرروا لأنهم خرجوا وتفاعلوا مع المجتمع تجد هناك بعض النقاشات، لكن داخل النساء هم يريدون تماما سيدة تؤيد الحركة وتؤيد الجماعة صحيح. لكنها سيدة لا يمكن أن يكون لها صوت أو رأي، وبالتالي إذا أقرت هذه القوانين قوانين الأسرة أصبحت لابد أنها يعني تخضع لها الجماعة، والجماعة لا تريد أن تخضع لهذا القرار، خاصة بأن هي لجأت أيضا إلى أنها ترشح نساء على فكرة نعم. تحت ضغط، ليس فقط ضغط النساء داخل الجماعة ولكن ضغط الغرب وضغط أصلا الكوتا، يعني إذا كانت الدولة المصرية قررت أنها تضع كوتا للنساء فاضطرت الجماعة أنها تستجيب، فالجماعة لا تريد أن تضطر أيضا لفكرة تحرر المرأة وتحرير المرأة والتخلي عن جزء أساسي 60% من العضوات الآن داخل التيار الإسلامي الإخوان المسلمين هم من النساء زي ما قال صحيح. أحد البارزين في جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي كيف يمكن أن تقود امرأة يمكن أن تكون متمردة أو امرأة تطالب بحقوقها أو بالمساواة في الحقوق المدنية ولا نقول حتى المساواة في حقوق الأسرة. صحيح أستاذة. كسؤال أخير، يعني كيف تقيم دور الحركة النسوية إن كان في مصر أو في الوطن العربي، وما هي السبل والآليات لمواجهة هذا الفكر، مواجهة فكر الإخوان المسلمين وتحرير أيضا المرأة الإخوانية نفسها من هذه القيود التي فرضت عليها ومن هذه التابوهات التي قيدت حرية المرأة ويعني هضمت حقها وصادرت كل شيء لها؟ للأسف الشديد أن الحركة النسوية المصرية تحديدا والعربية طبعا، لأن بس بتكلم عن الحركة النسوية لأنك كما أشرت بأنه من 1919 مع بداية تحرر المرأة والمناداة بالمساواة بينها في الحقوق المدنية والحقوق السياسية كانت يعني خلينا نقول النزول الشديد جدا والردة إذا جاز التعبير بين قوسين بدأت مع حركة الإخوان المسلمين وانتشارها في أو عودة في حركة الإحياء ليها في السبعينات صحيح. ده خلى المرأة تماما ترتد وأصبح الأصوات حتى المنادية بالمساواة بين المرأة وبين الرجل وبالحقوق أصبحت مبادرات من الدولة وليس من الحركة النسوية، وأصبحت الحركات النسوية ضعيفة جدا، وللأسف الشديد لما بدأت تعود مرة أخرى في نهاية التسعينات بدأت ترتبط بأجندة ربما تكون هذه الأجندة ليس فقط إنه البعض ينال منها ولكنها أولوياتها نعم. أولويات تبدو مختلفة، لا تطالب بالحقوق الأساسية للمرأة، وده جزء أساسي لابد أن الحركات النسوية المصرية والعربية تنادي به أولا في هناك، وده يمكن على فكرة بعد ثورة 2013 فكرة القضاء على الفقر عند المرأة، القضاء على مساعدة المرأة المعيلة، التمكين الاقتصادي ده جزء أساسي، دي أولويات أجندة قبل أن نطالب أيضا بفكرة أنه ترشح المرأة لرئاسة الدولة أو ترشح المرأة، يعني لابد أننا ننزل للأجندة لا يفرضها الغرب ولكن تفرضها فعلا حاجة المجتمع، وده جزء أساسي. الجزء الأهم في ذلك ربط الحقوق الكاملة للمرأة بالإسلام، يعني لأنه دائما بيتهم المطالبات بحقوق المرأة بأنهم متفرنجات أو مدعومين من الغرب أو بيطبقوا الأجندة الغربية الكافرة أو العلمانية، لكن لو ربطت دائما الحريات بمنطق الإسلام بالمساواة أنه المرأة كانت بتحارب مع الرسول وتدافع عنه، أم عمارة التي عندما هرب الرجال وقفت هي تدافع عن الرسول صلى الله عليه صحيح وسلم أستاذة سوزان. المرأة التي كانت عينها عمر بن الخطاب لتكون مسؤولة عن السوق وعن ترتيب السوق، يعني هذه النماذج دائما بيتم الإبعاد عنها بالفعل ولا وحتى يتم هم يقفزون على مثل إلا عندما نقول بأن الإسلام إسلام. كان بدنا أن تكوني معنا وقت أطول أستاذة سوزان لكن الوقت انتهى. في الختام أشكرك جزيل الشكر أستاذة سوزان حرفي باحثة في حركات الإسلام السياسي، كنت معنا من القاهرة دكتور. كختام لهذه الحلقة دكتور، فيما يخص ما هي الأولوية اليوم؟ هل نحن بحاجة لتشريعات تضمن حق المرأة أو نحن بحاجة لقبل هذه التشريعات ثورة وعي وثقافة لدى المرأة نفسها لكي تضغط أيضا على هذه الأنظمة لإصدار نعم. تشريعات يعني تحمي حقوق المرأة سياسيا اجتماعيا يكون لها صوت في كل المجالات، تستطيع أن تتعلم، تستطيع أن تعمل نعم. تستطيع أن تنطلق في كل ميادين الإنتاج والعمل.
بتقديري انه المرأة بحاجة ل او نحن بحاجة كمجتمعات عربية صاعدة او نامية الى اخره، بحاجة للقضيتين، للمسألتين، مسألة الوعي ومسألة القوانين التي تحمي الوعي الجديد، تحمي الوعي الجديد. اهم انجاز على المستوى الكوني والعالمي اللي هو التجربة الأوروبية بخصوص المرأة وحقوقها والحركات النسوية فيه، وينبغي علينا ان نسترشد ايضا بالتجربة النسوية في اوروبا. التجربة النسوية في أوروبا تجربة من أخطر، منها ساوت المرأة، حققت العدالة الاجتماعية. صحيح. في الختام أشكر جزا الشكر الأستاذ الدكتور تيسير بشاركة أستاذ الدراسة الثقافية والإعلامية، كما أشكر ضيوفي كان معنا من تونس الأستاذة ليلى حداد قيادية في حركة الشعب في تونس، ومن القاهرة كان معنا الأستاذة سوزان حرفي باحثة في حركات الإسلام السياسي. كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.